مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كريمة حلى الطربوش عشان انطلبت مني ارجع عيدها بالضبط للطريقة. عنا كوب وربع سكر، بياض 3 بيضات، رشة ملح صغيرة، اقل من ربع الكوب مي، 5 معالق طعام مي، وبدي استعمل نقطتين خل ابيض. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الملح فوق السكر، منحط البياض، بسم الله، هيدا الخل بنقط نقطتين على العدد، هيدي نقطة هيدي 2. بحركن شوي وبحطن فوق السكر والبيض، بخفق على سرعة معتدلة ليدوب السكر. بس داب السكر، هلأ بوقف الخفق. عندي هوني مي مغلي، هلأ بحط الكريمة وبكفي خفقة على المي المغلي. بهيدا الشكل بخفق على البخار على سرعة معتدلة، كمان 4 دقايق بخفقن. هلأ خفقتن 4 دقايق على البخار، خلصنا خفقن على البخار. لنكفي الطريقة مع بعض. هلأ بنخفق على سرعة عالية. هاي الكريمة أخدت 10 دقايق بالخفق. انتهينا من تحضير الكريمة. أتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.